15 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 انتبهوا علي هون ما بتلو 9 قبل ايش خلي يجي على اقل منه 8 9 10 عافية 13 يجي بعده 14 ممتاز بدأنا اليوم في استئناف الدوام الحضوري وجاء ذلك بعد توصيات خلية الأزمة الصحية في البلاد وتوصيات وزارة التربية والمديرية العامة للتربية في محافظة نينوى حيث قررت أن يكون الدوام الحضوري للمرحلة الابتدائية للمراحل الأول والثاني والثالث والسادس اليومين في الأسبوع لكل مرحلة أما بالنسبة للصف الرابع والخامس فسيستمر الدوام إلكترونيا في الوقت الحالي بدورنا نحن كإدارة مدرسة قمنا بتنظيم جداول توزيع الدروس وكذلك جداول الحضور بالنسبة لي رسالتكم لأولياء الأمور رسالتنا إلى أولياء الأمور نتمنى أن يعني نأخذ الموضوع بمحمل الجد لأن هذا التلميذ يحتاج يعني يحتاج إلى الكثير فالمدرسة هي أساس المجتمع يعني تنظم الأسرة وتنظم الطفل وتنظم كل شيء يعني قد يكون هذا الوضع أثر عليهم لكن هذا واقع يعني الالتزام موجود طبعا ويعني يمكن صار ان احنا سنة في هذه صارت توعية ثقافية كاملة في وخصوصا يعني في المدارس دور الأساتذة وبالإرشاد التلاميذ للتوعية والوقائية ووجدنا التزام تام في لبس الكمامات وكذلك المعقمات.